تمويل يا ست. تمويل؟ قومي يا ست. فين؟ يلا قومي على البوكس. يا عم حرام عليك، ما تدوش اللعبة على الأرض. يا نهار اسود. يا عم اكل عيش، حرام عليك. يلا يا ست بلاش غلبة. أنا ما عملتش حاجة. على البوكس يلا. ده أنا ماسك على لقمة. يلا يا ست بلاش غلبة. يلا. يا شلوخ. يلا يا ست. يا شلوخ. يلا يا ست بلاش غلبة. لحوري لا ممكن تمويل خد. يلا يا ست. يلا يا ست امشي. يلا يا ست. يلا اركبي بلاش غلبة. اركبي يلا. 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 انت فين يا اهلا. شرفت يا سفر غالي. اجي معاك يابا. تيجي معايا تعملي ايه؟ انزلي شوفي تحت لو سابوا حاجة من الفرشة طلعيها. حاضر يابا. يا عماد. يا عمدة. ايه في ايه؟ معاك فلوس؟ لا ليه؟ اصل التمويل خد عواطف واكيد فيها غرامة. يا نهار اسود، انا معيش غير 20 جنيه. طب انا هنزل اصطاد 100 جنيه من اي حد بقى. طب استنى انا جاي معاك. تيجي معايا فين؟ خليك مرتاح، كفاية عليك لحد كده. وده وقت الكلام ده برضو؟ يعني التمويل ما يجيش غير واحنا مفلسين؟ هم هيودونا فين يا ام عبد الله؟ هيودونا الجنينة يا اخويا. والنبي ما تضحكيش عليا يا ام عبد الله، اللي انا مرعوب. في ايه يا فرغالي؟ في اول مرة. ايوه اول مره. اصلا لما كان بتوع التموين بيجوا قبل كده كان سلامه هو اللي بيركب وانا بطلع وراها ادفع له. كان بيتاخر قوي، كنت بقعد بالساعات استناه. ربنا يسترها بقى. بس هيسترها معاك انت ازاي اذا كنت طرات ابنك ضناك في الشارع عشان المزه بتاع المزز بقى كده؟ عواطف مش عاوزه ربنا يسترها معايا. ده احنا حتى في دقيقه واحده ان شاء الله لما هنوصل الاسم بالسلامه هيفصلونا. الدقيقه الحريم لوحدها والدقيقه الرجالي لوحدها. مبسوط؟ قال انت بتطمني قوي كده ليه يا اخويا؟ هيعملوا فينا ايه اكتر من اللي احنا فيه؟ قال يا ارضى هيسخطوه. عموما انا معايا فلوس لما نيجي ندفع الغرامه، بس انا بقى بخاف من البهدله. معاك تدفع ليا وليك؟ معايا. طيب خلاص ما تخافش بقى، انت اللي قتلت ولا سرقت. هنروح الاسم ندفع الغرامه لينا احنا الاثنين يعني ونخرج. خلاص اجمد بقى. امال هما بيتاخروا ليه في المروح للاسم؟ ما هياش عايزه مفهوميه يا فرغالي. بيلفوا ويجيبوا ناس زي حالاتنا كده، واول ما يكملوا العدد هنروح الاسم على طول ندفع الغرامه ونخرج. ربنا يطمنك يا ام عبد الله. مش احنا استنينا بقى هتدفع لي معاك؟ مساء الخير. سنوري يا فندم. من فضلك عايز السويت يكون على فيو كويس. لحظة واحدة. حضرتك عايز السويت على البول ولا على الجاردن؟ على البول. اوكي. اوكي. حضرتك ممكن اثبات شخصية؟ اه طبعا. باسبور ينفع؟ اه طبعا. اتفضلي. هو انا ممكن استخدم الكريدت؟ اه طبعا ممكن. الحمد لله على السلامة مستر حمادة. الله يسلمك. يا ريت من فضلك بسرعه عشان مرهق من السفر. طيب ممكن بس حضرتك تمنى لي الاستماره دي تمضي لي عليها وانا هملاها من الباسبور واصورها وابعته لحضرتك. اوكي. بس عايز من فضلك رقم الفاكس عشان جاي لي فاكس مهم. ده الكي فولدر بتاعنا وعليه رقم الفاكس بتاع الاوتيل. شاكر جدا. العفو طبعا. حضرتك الفيزا لو من فضلك الكريدت.
ام عبد الله ده كان التموين واخدها النهارده. ما ياخدوها اللي هياخدوها ما يرجعوها واحنا مالنا. تعالي بس ياما كفاره يا معلم فرغالي. الله يخليك يا ام عبد الله، انا مش صعبان عليا الا ال20 جوز اللي خدوه. يا سيدي اللي يجي في الريش بقشيش. على رايك يا ام عبد الله. الله يسلمك يا حبيبتي. طيب انا هسبق عشان تعبان. وانا مفيش حمد لله على السلامه ليا، احنا برضو ولاد حته واحده. هو عاد ينفع بعد اللي عمله سلامه؟ عدت سنين وخلاص ملوش لازمه الكلام ده يا ام عز. ازيك يا اعتدال؟ كويسه يا اختي. امال مردك وحش كده؟ ايه يا اختي ما تفردي وشك تقولي الحمد لله على السلامه عادل. طب بعد اذنكم اتاخرت على الجماعه. يلا عواطف يلا، العيال سايبينهم من اول النهار. يلا تقمة تستنى ما اشوف الست هانم مالها لو يبوظها في وشي كده ليه وفي ايه. يلا بينا ياما. استني يا عز عايز امك في كلمتين. يلا اسمعي روح شوف العيال مالهم. طب امان عليكي بلاش خناق. الله اخص عليك انا برضو بتاعت شكل. يلا يا راجل روح ياما مش وقته. يلا بقى استني يا عزه بقولك. شفتي اخر سمعان كلامك يا اختي؟ بقولك يا حبيبتي لا في عدل ما تعرفيش تترعشيلي وفهمي اللي حولهولك ده كويس قوي. موال عزه وعماد انا ماليش فيه خالص فاهمه. البت دي جنيتي عليها مرتين يا عواطف. الاولانيه لما ابنك وقف وسط الحاره وخلف ضحيتنا بجلاجل، والتانيه لما خدتي من عماد شقته وزعلانه ومش عايزانا الويبوزي. ميلتي بخت البت يا عواطف وكمان جايه تشكليني. يلا يا اختي روح شوفي حالك. يلا السلام. وعي وانت يا ابني عايز ايه من دنيتك؟ عايز 5 جنيه. يعني لا نافع في دراسة ولا نافع في شغل ولا عارف تعمل اي حاجة. هو انا حدوم لك يا حبيبي؟ هو انت مش هيبقى لك عيشتك وتتجوز؟ ايه ده انت جايبها العروسة؟ يا سألتك يا زلوات بقى ساقط وفاشل وعايز تتجوز؟ انت هتجننيني مش انت اللي بتقولي؟ انا بقول لك انت ناوي تعمل ايه؟ فكر في بكرة. حاضر اوعدك ان افكر في بكرة، بس بكرة ايدك بقى على 5 جنيه. انا خلاص يا دلوقت طهقت من عيشتك ورميت طوبتك خلاص، مش هشغل نفسي بيك. اذا كنت انت نفسك مش شاغل نفسك بنفسك. يعني الخلاصة مش هتديني فلوس؟ منين يا حسرة؟ اذا كان الشهر ده خصمولي 10 ايام اجيب منين؟ 10 ايام ليه؟ وانت مالك؟ دور على حالك وعدله. في ايه بس يا جلجل؟ انت عمرك ما كنت بتعمليني ناشف كده. عشان الدنيا عمالة تشيل وتهبط فينا وانت ولا دريان. بدل بتفتح غطا الحله تلاقي فيها اكل خلاص. انت كمان مش عايزان اكل؟ يا ودي انت تلم كده ليه؟ اول مره اعرف في حياتي انك تلم كده. يعني هو لا فلوس ولا احترام؟ على فكره ما ينفعش تكلميني كده عشان انا راجل البيت. راجل البيت بعمايله مش بخلقته. قسما بالله العظيم اللي تتهزله 7 سنوات ما هتنول مني ولا قرش احمر. خلص دراستك ودور لك على شغلانه تحبها وتعشش فيها. احشش فيها؟ تعشش يعني تعمر يا صايع. حاضر هدور على شغلانة، بس التدوير على شغلانة ده برضو عايز فلوس. ايدك بقى على 5 جنيه. أنا أقسمت يمين ومش هرجع فيه. ايوه لو سمحتي لو عايزه تبقى رقم دولي اطلب كام؟ اوكي شكرا. ايوه هشام ها اخبارنا ايه؟
لا انا مش مستعجل ولا حاجه، انا عارف ان الحكايه هتاخد وقت. طيب خد بقى رقم الفاكس. راح في بالي كده يا عواطف، عايز الحق السوق اجيب عده للطعميه بدل اللي خدتها الحكومه. ما كفايه لحد كده بقى، موضوع الطعميه ده مش نافع. عندك سكه تانية يا اخويا دلني عليها، ولا هتجيب فلوس من البنك؟ بنك ايه؟ انت بتتريق عليا يا عواطف؟ يا عم لا بتريق عليك ولا عليا، انا عايز الحق السوق. استني بس يا عواطف، اسمعيني بالعقل. دلوقتي الحكومة عرفت مكانك، يعني كل ما هتنزل حملة هيجولك وياخدوكي انت والعدة. المرة دي لقيتي فرجالي طلعك، المرة الجاية حباتي في الحجز يا عواطف. وماله الحجز للجدعان؟ هتحبس يومين واطلع اجيب عدة تانية واشتغل تاني. نعمل ايه؟ ما قدامناش غير كده، ولا هناكل طوق؟ طيب جبت حق العدة ده منين؟ اصطادت قرش من ام احمد هرجعهم لها لما اشتغل. يعني بقينا مديونين بقى لكل الناس؟ ايوه مديونين لكل الناس، بس لسه عايشين، وطول ما انا فيا نفس هعافر في الدنيا. اسماعيل من فضلك اخبار العربيه اللي كنت طالبها ايه؟ انا نازل، خليها تستنى قدام الباب. شكرا. ليه طعمية يا أم عبد الله عشان مستعجل؟ وحشتينا يا عواطف. يا حبيبي يا اخويا. راح فين يا عواطف؟ في البيت اهو. يا عواطف يا عواطف ايه؟ الله يسلمك يا ام احمد. نرجع البيت الاول. الحمد لله على السلامه يا برنس السرير. وحشاني يا سخام. يا حبيبي يا اخويا. راح فين بس؟ طيب راح فين؟ اتاخرت عليا. يعني مفيش خروج تاني يعني هات. يعني ايه يا فرغال؟ هو انت متجوزني عشان تحبسني في البيت؟ لا انا اسيب اكل عيشي واجري وراكي في السكك. سكك ايه دي يا اخويا اللي هتجري ورايا فيه؟ هو انا لما اروح ازور عواطف وابارك لها على رجوع سعيد ابقى كده بجري في السكك؟ حرام عليك يا فرغال، انا زهقت من شكل الحلل اللي بطبخ فيها كل يوم وشكل الحيطان اللي في وشي طول النهار. وبعدين ما دام انتش عايز تيجي معايا خلاص سيبني انا اخرج لوحدي. هي دي بقى الفوله، عايزه تخرجي وتدوري في الشوارع زي عوايدك والناس تتكلم عليكي، بس الاول ما كنتيش في قفا راجل. ناس مين دي اللي تتكلم عليا؟ قطع لسان اي حد يجيب سيرتي بكلمه. ما هو انت لما تروحي عند عواطف اللي في شقه عماد انتخه الناس هتتكلم. واحنا مالنا ومال عماد؟ احنا رايحين نزور عواطف. يا سلام، انت ناسي الكلام اللي كان داير انك انت وعماد؟ ولا بلاش. لا يا فرغالي بلاش ليه؟ كمل. لما انت صدقت اللي كان بيتقال عليا انا وعماد اتجوزتني ليه يا سيد الرجاله؟ ده انا الشبشب اللي باخد بيه في التراب برقبه اي واحده في الحته دي تجيب سيرتي بكلمه واحده. ما دام صدقت الكلام ده واتجوزتني يبقى انت ما انتش راجل. تضربني يا فرغلي؟ واكسر عظمك لما تغلط. خايف اموت قبل ما اشوفك يا برنس. ما تقولش كده يا اسماعيل، ربنا يديك الصحة وطولة العمر. الظاهر ان انا ما عرفتش قيمتكم الا لما بعدت عنكم.
واحد يا برنس أزلط دي. ما اتغيرتش يا اسماعيل. واتغير ليه؟ الدنيا زي ما هي، ما فيهاش حاجة اتغيرت، عمالة تلطش فينا. والظهر يا برنس بعد انت ما سافرت خدنا نصيبك من التلطيش. ده احنا اتبهدلنا قوي. يا عم اسماعيل هنقعد نندل طول النهار عشان سعيد رجع ولا ايه؟ لا يا عواطف، الدنيا خلاص عدلت لنا وشها وادتنا كل اللي كانت محوشاه، اللي جاي احسن. حبيب اختك يا اخويا. قول لي يا سعدة، معاك فلوس كتير؟ معايا يا عواطف. عايزه ايه؟ شقه. عايزه ايه؟ شقه، واكرم اختك عشان ربنا يكرمك. طب وليه شقه؟ هنجيب فيلا نعيش فيها كلنا. فيلا؟ هتبنيها فين دي؟ هنشوف اي حته ارض كده نبني عليها فيلا وبنزينه. مية مية، أنست وشرفت. شوف الطعمية أحسن. راح فين بس عواطف؟ أنت فاكرني بشتغلك؟ وحشتيني يا بنت اللذينة. سعيد بيتكلم جد يا عواطف. جد إيه يا إسماعيل؟ هو إيه اللي جد؟ هنفضل قاعدين عند عماد لغاية ما يجيب أرض ويبنيها يا عم الطعمية أجدع. لا ما أنا مش هسيبكم، هشوف لكم شقة كده تعيشوا فيها مؤقتا، عماد كفاية لحد كده. آه أوي أوي، آه شهادة لله عماد وقف معانا موقف رجالة بصحيح. وأنا مش هسيبه يا إسماعيل. اللي يقف جنبنا قرات نقف جنب 24. يو بقى بلا فنادين بلا قراريط. بقول لك ايه، ابو الغيط كان عنده شقه جار قديم، وانا كنت متفقه معاه على 16000 خلو و150 ايجار. شقه كويسه هي، بس يعني ضيقه وابلي قوي. يا ست ايجار قديم ايه بس؟ بقول لك هنبني فيلا، احنا نشوف حاجه كده مؤقتا، قانون جديد. ها عايز تسكني فين؟ المعادي ولا مصر الجديده؟ ام احمد هتأجر شقتها عشان هتقعد عند ابنها، والشقه عاجباني، هي بس طالبه غالي شويه. بالراحه يا عواطف، ليه افتكرنا طمعانين فيه؟ اه طمعانه، طمعانه في اخويا. فيها ايه يعني؟ اطمعي زي ما انت عايزه يا عواطف. امال فين عبد الله وشروق وسعيد؟ ده انا جايب حاجات كتير قوي في العربيه عايزهم ياخدوها. هو سعيد وشروق في مصنع الجيلاتي. لا مفيش بقى لا جيلاتي ولا في شغل تاني. الواد عبد الله شغال فين؟ عبد الله في السجن. في السجن؟ هات فلوس خلينا غور يا فرغلي. فلوس ايه؟ فلوس عشان اعرف اعيش، هروح اقعد في شقتي وما معيش ولا مليم. ايه هموت من الجوع زي ما بتعرف تضرب يا فرغلي؟ كمان اصرف عليا. روحي حطي هدومك لو عاوزه تعيشي، لو مش عاوزه الباب يفوق الجمل. اه ده انت بتبيع بقى يا فرغلي. طب انا هلففك في المحاكم وهاخد نفقتي بالغصب قبل الرضا. سيبك من الشيطان اللي معشش في دماغك ده يا نهات. الشيطان معشش في دماغك انت، وتاريك ما بتخليش في ايدي قرش ومش مديني الامان. اياك تكون مصدق حدوته عماد. اخس عليك يا فرغلي، انا بظن فيا الكلام ده ومفيش دم جاري في عروقك يا راجل. اخرصي امسي من قدامي بدل ما اتجنن عليك واتبحك. تذبحني ليه؟ فرخه حوش حوش. لا وانت بتذبح قوي، ذبحت كام واحده قبل يا فرغالي؟ هخليكي اول واحده يعني. يا لهوي الراجل اللي كان واقف بيضربني. اه زلطه، ايه اللي حصل؟ زي ما بقول لك كده يا باشا، راجع عامل مهرجان، جايب معاه عربيه وجايب سواق وجايب نضاره من الشمس اللي هي بتاعه الغاليه دي. نضاره من الشمس؟ اه. امتى الكلام ده؟ النهارده الصبح. يعني رجعوا معاه فلوس؟ معاه فلوس؟ ده معاه زكايب فلوس يا باسع. زكيبه فلوس؟ انا ما زفتش، بس صاحبي بيحلف لي انه سافع بعينيه. الله، وانت مصدق الكلام ده يا سلطه؟ يا باسع بقول لك حلف لي، وبعدين الريحه كانت في ايده. ريحه ايه؟ صف، انا نسيت بقى اقول لك، عواطف لما سافت الفلوس اغمى عليها، راح هو جرى على العربيه جاب لها الريحه، راح ايه بخخلها، انا صاحبي سافه وراح مسلم عليه، فالريحه ايه؟ مسكت في ايده. ومال صاحبك ومال السلم ومال عماد ومال عواطف والزكيبه انت عامل ايه دلوقتي؟ انا كويس. مع السلامة. مع السلامة عليكم، هتغدى واجي. سلام عليكم. الناس بتحكي وبتتحاكى عن دخلة سعيد الحارة والعربية اللي راكبها وريحته الحلوة المفحفحة اللي قلبت الحارة كلها. ناوليني طبق يا عزة. شكله زي ما هو يا امه يتغير. انا ما شفتوش الناس اللي بتحكي عنه وعن الزكيبة اللي جابها معاه. زكيبة؟ انت مش بتقولي عربية وبدلة وبرفان جاي وشايل زكيبة؟ شايل ايه يا موقوسة؟ دي زكيبة فلوس كان حاططها في شنطة العربية. يما قولي كلام يعقل، يعني معقول سعيد راجع بالقباه دي كلها وحاطط فلوسه بسكيبة؟ الأصل يحكم، أمال هيحطهم في البنك. شكل سعيد جنن الحارة بدخلته. طب ما تلبسي يما ونروح نبارك لعواطف ونتفرج عليه. قلتي لي بقى حنيتي القديمة. طيب يما ما تقوليش كده، ده أنا برضه بنتك. أيوة، ما أنتِ عشان بنتي فعجناكي وخبزاكي.
سعيد لما كان جايب عربيه قسط وبيحلق عنه ما كناش عاجبينه، هنعجبه دلوقتي؟ كلامك ايه بر ياما، هو انا بقول لك جوزولي؟ انا بقول لك نروح نتفرج. انا بس بصحصحك لحسن دماغك تاخدك لبعيد وترجعي تشعلقي في حبال الهوا الدايبه. لا يا ستي ما تخافيش، انا كان نفسي بس اتفرج على الناس بتقول عليه. يلا بقى البسي ويلا نروح. نروح على فين يا موكوسه؟ انا مش واكسني في دنيتي دي غير موكوسه اللي في بقك على طول. نروح لعواطف. وعواطف قاعده فين؟ عواطف قاعده عند عماد. طب تيجي ازاي دي؟ وتعمل بيها ايه؟ تعمل بيها ايه؟ تلعب بيها يعني؟ اربطها بحبل واجرها ورايا في الحاره. تربطها بالحبل. شوف يا سيدي، ده الزرار اهو بيشغلها، مشحونه اهي، وده الريموت يتحكم بقى في اتجاهاتها بس. يا خلي العروسه دي حلوه، اسميها ايه؟ سميها البرنس. بس دي بنت. خلاص سميها البرنسة. بس بقى يا عيال ما تدوشوش خالكو، اصل احنا مبسوطين باللعب اللي هو جابها لنا. يا حبيبي يا خال. حبيبتي يا بنت شروق، وحشتيني انت. روح افتح يلا. عنايات يما. يا بنت اسمي ابل عنايات. الحمد لله على السلامه يا برنس. اهلا، ازيك يا ابل عنايات؟ عماد مش هنا يا اخويا. عماد مين؟ انا جايه لعواطف حبيبتي. انت اللي حبيبتي. يا اهلا وسهلا، اتفضلي. ازيك يا اسماعيل؟ الله يسلمك. الف سلامه عليك يا اخويا. الله يسلمك. يلا يا عيال خشوا على جوه. يلا. انا جيت اقول لك الحمد لله على سلامه سعيد وبارك لك برجوع. ربنا يبارك فيك يا رب، طول عمرك صاحبه واجب يا اختي. ده انت ما تعرفش يا برنس الحته كلها في سيره رجوعك بالسلامه ولا عربيتك الفخمه ناس اتهبلت. ما انت طول عمرك نجم يا برنس. الله يحفظك. واخبار عماد ايه؟ هي زي المعالي فرغلي جوزك يا اختي. ايه ده، انت جوزت فرغلي؟ للاسف جوزت الشوم والندامه. ليه بس يا عنايات؟ ده حتى فرغلي نزيه وبيقدر. هو مين ده اللي بيقدر يا عواطف؟ هو يا اختي لو كان بيقدر كان يدب معايا خناقه عشان جايلك. لا ملوش حق، بس يعني يمكن بيغير عليكي برضو، انت موزه صمله والعين اتركي في الراحه والجايه، وانت نزولك كتير برضو. الا ما قلتليش يا برنس، هو انت يا اخويا كنت مسافر فين؟ انت بتلفي وتدوري ليه؟ ما انت عارفه ان انا كنت بشتغل. انا قصدي يعني ما يضايقكيش ولا يزعلك انك تشتغلي معايا؟ ايوه بس انا مركزه ان انا اخش الامتحان السنه دي ومش عايزه اشتغل. هو انت يعني اشتغلتي في صيدليه وعايزانا نبقى مع بعض؟ هو مش بالظبط كده. حوريه احنا اصحاب مش كده؟ رجعنا للف والدوران تاني. ما انا خايفه احسن تزعلي. يا ستي مش هزعل، بس ما تحيرنيش بقى. بابا فتح لي صيدليه بتاعتي. مالك سكتي كده ليه؟ لا ابدا، اصلي اتفاجئت. الف مبروك. الله يبارك فيكي. بصي بقى يا حوريه، انت اشتغلتي في صيدليات كتير قبل كده، وانا محتاجاكي تقفي جنبي في الاول لحد ما اتعلم وافهم. ها ايه رايك؟ بس انا بجد عايزه اخلص كليه السنه دي، وممكن ابقى اجي اقف معاكي شويه لما الاقي نفسي فاضيه. لما تلاقي نفسك فاضيه يبقى الصيدليه مش هتتظبط. لا ما انا في الاول هبقى جنبك على طول، ما تقلقيش. انا مش عايزه افشل يا حوريه. ما تحمرقيش، انا ما قصدتش حاجه، وانا ما بعتبرش نفسي فشلت. الف مبروك يا عم انتخى. الله يبارك فيك. طبعا بقى انت لازم، انا هنوبك من الحب جانب. طبعا يا اخي، بس انا مش داخل دماغي حكايه زكيبه الفلوس دي. زكيبه؟ زكيبه ايه؟ الزكيبه يا عم اللي راجع بيها صاحبك. تعرف انا لو اعرف ان العربيه اللي كانت واقفه هنا فيها الزكيبه دي انا كنت نطيت عليها، واللي يحصل يحصل. صاحبي مين يا عم؟ البرنس يا عم. من ساعه ما رجع ما نزلش غير مره واحده، فتح شنطه العربيه خد منها شويه فلوس وهدايا وما نزلش تاني. سعيد البرنس رجع؟ هو فين؟ عندك فوق. الشاي اللي نزل ده حسابه عندك ولا عند البرنس؟ ازيك يا عماد؟ الله يسلمك. انت نازله من عندنا؟ كنت عند عواطف. مالك يعني لا بتسال ولا بتسلم؟ هو احنا مش عشره قديمه ولا ايه؟ ده حتى المثل بيقول لك القديمه تحلى. حكايه وفضيناها يا عنايات، وانت دلوقتي على ذمه راجل. شكلها كده كل حاجه هترجع زي زمان يا عماد. انا هتطلق من فرغلي وانت سبت عزه، وادي سعيد رجع لها. انت بتعكي بتقولي ايه؟ بكره تقول عنونه قالت. ليه؟ هو انت ما تعرفش ان عزه كانت هتموت على سعيد وبتتمنى منه نظره رضا واحده، وهي دلوقتي خاليه وهو خالي.
بالإذن. سعيد يا برنس. عماد وحشتيني وحشتيني يا ابن اللذينة. انا مش مصدق ان انت جيت. انت ايه اللي جابك يا جدع؟ ده سؤال. حاجات كتير يا عماد اقولها الناس اللي في الشقه دي. احكيلي احكيلي عملت ايه. لا ده موضوع ياخد ايام. ده انا سافرت وقعدت سنين يا راجل. ايه ده مالكم شعبطين في بعض كده؟ ما تقعد منك ليه. الله مش صحوبيه عمر. هم لو ما كانوش اصحاب كان عماد وقف معانا الوقفه دي. اقعد يا عماد اقعد. يا اتغيرت قوي يا سعيد، كأنك بقيت واحد تاني. وانت ما اتغيرتش يا عماد، كأني لسه سايبك امبارح. احكي لي الدنيا غير الدنيا صح؟ دنيا غير الدنيا وناس غير الناس. الواحد لما كان بيروح المعادي كان بيقول يا غربتي، ما بالك بقى بره ناس تانية يا عماد وحكايات تانية ومشاكل تانية. ايه المهم؟ انبسطت. انبسطت واتبهدلت، فرحت وحزنت، كل حاجة. تشربوا شاي؟ لا عاطف احنا هننزل انا وعماد. هننزلوا ده ايه؟ استنى انت رايح فين؟ لا 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 خليك شوية، انا لسه ما شبعتش منك. ما تسيبيهم على راحيتهم. الله في ايه يا اسماعيل؟ هو انا كل ما هقول كلمة هتردها لي ولا ايه؟ خلاص بقى عاطف مالك، انت هتقلبي ولا ايه؟ طيب حاضر بس ما تتأخرش. ها؟ راجع راجع بقى ما تخافيش. سلامة. يلا يلا يا عمر يلا. مع السلامة. تتأخرش. سعيد رجع بجد ولا انا بحلم؟ بحصل معاكي بقى يا حوريه؟ ما حصلش حاجه يا دانايل؟ ده كله انا صعبان عليا نفسي يا ماما. انت مش فاهمه دي انا كنت اشطر منها ازاي. دي كانت بتاخد كشاكيلي وملخصاتي تذاكر منها، تقوم تسبقني بسنتين وتفضح صيدليه، وكمان انا لسه في الكليه. احمدي ربنا يا بنتي على اللي انت فيه. لو كنت طلعتي في بيت تاني كان زمانك سبتي الكلية دي خالص. انت بتصبريني بالكلام ولا بتنعرزيني؟ لا بفهمك ووعيكي عشان ما تقعديش تعيطي وتقولي الدنيا ظلمتني وجت عليا وكلام منوش اي فايدة. انت اتغيرتي قوي يا ماما، انت ما كنتيش كده. معلوم اتغيرت. زمان كنت قللت الحيلة، اي حاجه تحصل لي اقعد اعيط لحد ما فهمت ان العياط ما بيرجعش اي حاجه. يعني عياطك مش هيعوض لك السنتين اللي راحوا منك ولا هيخليكي تفتحي صيدليه. ليه يا ماما في ناس بتتولد وهي عندها كل حاجه والناس ما عندهاش ولا حاجه؟ حكمه ربنا. لو كل واحد عنده كل حاجه ما كانتش الدنيا اتبنت. راجع ايه يا اختي؟ وشه ده بدر منور، تقوليش ما كانش بياكل غير قشطه، بيستحمى كل خمس دقايق. طب ما هو طول عمره كده، ده حتى سعيد عاي. لا دلوقتي بقى حاجه تانيه خالص، قمر يا اختي مز كده وطعم. ايه يا وليه انت هتتغزلي فيه؟ مش حال ما كنتيش على ذمه راجل يا اختي. بلا نيله، هو فين الراجل ده؟ اسكتي وخلي كل واحد في بخته الاسود. الا قولي لي عنيت انت شفتي سكبت الفلوس؟ ما شفتش، انا سمعت زي اللي سمعه بس مصدقه من شياكته واللي لابسه كله سنيه. تبقى رخيصه، ده ما فيش ارخص من الصيني. سنيه يما يعني ماركات عالميه زي بركه ردانو ارماني والحاجات دي. وانتش عرفك يا بنت بالحاجات دي؟ بسمع يما وبشوف المجلات والتلفزيون. يا رب يا ساتر. لم نفسك، الراجل جه. يا اختي ده الاستاذ رجب مش غريب، ده اخويا. سلام عليكم. ازيك يا ست عنايات؟ عامله ايه؟ عامله وحش، انا في حماك يا سيد الرجال. اما اروح انا اعمل لكم شاي. كلك واجب يا اختي. ها ايه الحكايه يا ست عنايات؟ فرغالي يا استاذ رجب. يا موكوسه انت قاعده وانا اللي هروح اعمل الشاي. فز يا بنت قومي اعمليه. في ايه خالتينا يا اعتدال؟ ما انتوا اللي واقفين في السكه، ما تقعد انت وهي ما دام هتحكوا قصص. في ايه ولا جرالك ايه؟ معلش اصلها بتغير عليك يا استاذ رجب. جرى ايه يا اعتدال؟ هو انت يا اختي هتغير على جوزك مني؟ ده انت اختي وهو اخويا الكبير، يعني ما فيش مني خوف. اخس عليكي يا عنايات، انا هغير على جوزي منك؟ ده انت اختي الصغيره يعني ما تجوزلوش. خلاص يا اعتدال. ها يا عنايات عمل لك ايه فرغلي؟ ضربني ومغضبني ومش عايز يديني فلوس. عملت لك طبق فول 100 100. ايه اللي خلاك تجيبني هنا؟
ما وحشكش فول عم عبده سولر ولا ايه؟ انا قلت اعمل لك جوله سياحيه. يلا كل سعيد. لا ما انا متغدي طعميه وبتنجان مقلي حرقين قلبي، عايزني اقفلها كمان بفول. انت بس اللي نسيت، شم عم طبق الفول، شم الزيت يا عم. خلاص بقى هاكل، هتطلعوا عليا ولا ايه؟ طب يلا احكي لي بقى عملت ايه من ساعه ما سافرت لحد ما رجعت بالهلومه دي. لا ما انا عملت زي ما انت قلت لي، خدت بعضي وطلعت على ليبيا، دخلت بالبطاقه بري، وبعدين لما وصلت بنغازي لقيت مركب ايطالي، طلعت لهم قلت لهم انا طباخ والباسبور اهو. الراجل اللي كان ماسك المطبخ راجل سوداني طيب، اول ما عرف ان انا مصري راح مطلعني المركب على طول. اتزلقت حلو، ده انت حتى ما بتعرفش تسلق بيضه. لا ما انا اتصرفت، كل ما عم احمد يطلب مني حاجه اطلع لواحد من الطباخين، مساء الخير يا شيخ، عم احمد بيقول لك خد اعمل ده، استنى لحد ما يخلص اخد الحاجه اقول له خد يا عم احمد. تمام تمام. فضلت كده قد ايه يا ريس؟ يومين، لحد ما المركب طلعت. كده بقيت في الامان. هيعملوا فيك ايه بقى؟ لا ما انا واجهته، دخلت عليه قلت له بص يا عم احمد انا ما اعرفش اطبخ. قال لي جدع انا احب الصراحه، وراح مدخلني على المطبخ اغسل صحون. فضلت يا عم كتير لحد ما وصلت ايطاليا يا عماد بغسل اطباق. المهم قبضت ونزلت خدت القطر الدولي وانطلقت. عشت يا برنس، ركبت البحر والقطر الدولي ولفت اوروبا. هي لحد هنا كانت تمام، بس بعد كده بقى دخلت في العوق. القطر الدولي يا عم رماني في بلد لا فاهمين لغتي ولا انا فاهم لغتهم، لدرجه اني مش عارف اسال على الحمام فين. يا ليله سوده. وبعدين انا طبعا نصب السيرك، بس نفسيتي شايله من الساندوتش اللي في ايد الواد. قعدت اقرب 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 لحد ما فجاه لقيت نفسي بتنطط كده من الكهرباء، خدت واحده بقى فولت عالي من السد العالي مباشره. طب وليه احساسك ايه بعد الفولت ده؟ يعني زي ما انت يا عم قصدي نفسيا نفسيا. الحمد لله على السلامه يا برنس السنين حبيبي يا حسام. لو مؤاخذه ما عرفتش اسلم عليك حبيبي، الدنيا كانت دوشه بقى. ولا يهمك، الحمد لله على السلامه. بس انت عامل ايه؟ تمام 100 100. مالك كده جاي ماشي على رجليك؟ ما فين عربيتك؟ والله احسن الواحد زهق، وحشت كده المشي في المنطقه. حقك، طول عمرك نزيه برنس، دنيتكم زي الفل. عن تاخر حبيبي يا حسن. اتفضل يا باشا. عايز حاجه؟ ربنا يخليك. الله يخليك يا حبيبي. الله، ايه يا ابني مالك وشك قلب كده فجاه؟ ها؟ لا مفيش حاجة. يوه انتي صاحية؟ ده انا قلت انتي نسيتي النور فدخلت فيه. لا يا ماما لسه صاحية. وإلا مصحكي لحد دلوقتي؟ انتي مش عندك شغل بكرة؟ بكرة ايه ده النهار هيطلع. مش جايلي نوم يا ماما، هعمل ايه؟ دماغك بتودي بتجيب ها؟ قوي ياما، ماكينة دايرة في دماغي ومش راضية تقف. سعيد ولا عماد؟ الاتنين. هو انت يا بنت ما بتفهميش خالص؟ من غير ما تبكتيني ياما، كفاية اللي انا فيه، دماغي هتطق. يا حبيبتي يا حبيبتي افهميني، انا ما يهمنيش في الدنيا دي كلها غير مصلحتك انت بس. لا ده نافع ولا ده نافع. ايوه ياما قولي كده ووعيني، للاتنين مش نافعين. أولكش يا عماد مش عارف يدور دنيته، يمشي بيت ازاي ده؟ ها؟ تبقي متطمنة معاه ازاي وهو ملخبط نفسه ومش عارف يظبط روحه؟ طب ما هو سعيد رجع ومعاه فلوس، يعني كده عاطف هتمشي من بيت عماد، ممكن كمان يديله قرشين. يا حبيبتي يا حبيبتي الدنيا مش فلوس بس، في بيت ماشي ب50 جنيه، وبيت تاني ماشي ب50 ألف، وده ماشي وده ماشي، كل واحد ورزقه. وفي ناس تانية بيوتها مش ماشية، اللي معاه زي اللي ما معاهوش، اللي يجوله يصرفه في ساعتها. وهو عماد من الناس دي، ماشي كده وخلاص. والراجل اللي من النوع ده يا حبيبتي يضيع أي بيت. وسعيد ياما هو ده أدرجي ويعرف يقلب عيشه من الهوى. سعيد ده مش بتاع بيوت ولا جواز، قلتها لك قبل كده، ده فرد حمام طاير. سيبك منهم الاتنين يا بنتي وردي بنصيبك، ربنا يهدي سرك يا بنتي وينور لك طريقك. يلا يا حبيبتي الحقي نميلك ساعة قبل ما تروحي الشغل عشان تروحي فايقة. يلا يا حبيبتي.
ايه ده؟ انت ما نمتش ليه؟ ده انت راجع وش الصبح. ما جاليش نوم. يبقى لازم أن عندك فكر. مالك بقى ايه؟ اه طبعا جالي الفكر ان المرتبه المكلكعه اللي ملهاش عدله والمخده ريحتها تقرف. لا وايه، في حاجات بتقرص. تقرص دي شقه كلها متبلطه والبراغيث ما تعششش في البلاط. يبقى الاكلان ولا اي بلد ازرق. حاضر يا اخويا، هبقى امسح بجاز عشان كله يروح. في ايه؟ الله يرحم نومتك على الكنبه، ولا نسيت عش الفقر يا ابن امي؟ الفقر مش عيب يا عواطف، الفقر قدر. الوساخه هي اللي عيب. النظافه. عارف عواطف، وانا بره كنت ساكن في اوضه بسيطه جدا بس زي الفل. بسيطه جدا كمان، لسانك اتعوج. انت بتعملي ايه؟ مش قلتلك سيبك من موضوع الطعميه ده، انا هديك اللي انت عايزاه. نعم، مشتريش سمك في ميه يا اخويا، لما بقرص على بره بقسيب. اه ده انا ليه زبون كده. بيكسبك كام يا عاطف؟ انا هديهم لك. تقلبتني يا عاطف؟ ما اتغيرتيش، خرب عقلك. ده انت ملطتيني على الاخر. هاتي 100 جنيه تعبان، عايز اروح الاوتيل عشان انام. 100 ليه؟ اللي كنت دي فين؟ بس 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 بس، هاتي 50 خلصي طلبات اللي على الصبح دي. مش الناحيه دي. الله، خد. هو انت مش قلت انك هتجيب شقه؟ منين؟ ما انت خدت كل اللي في جيبي. يا سلام، وهما دول كانوا هيقضوا؟ انا عايز ادفع مقدم 15 عشان اخد شقه 5 سنين. ما كفايه 3. طب والاكل؟ ولا هي الحكايه جار وبس؟ يا ست لما ارجع اديك الفلوس اللي انت عايزاها. طب استنى، يبقى ادي عماد 1400 جنيه كنت سالفاهم منه. مالكيش دعوه بعماد، عماد سيبهولي انا بقى. انا ماشي. هترجع؟ هرجع يا عاطف. يا خوفي اللي تروح وترجع بعد 4 سنين تانيين يا سعيد. برنس! دل على السلامة. ازيك يا رامي؟ رجعت يعني؟ شفت بقى؟ طب انت متنكر ليه طيب؟ عايزين نحلها يا رامي. ماشي، غرض لعمة ايه؟ قفت عيوني. ليك عليا تدفع اللي عليك وانا اطلعك منها زي الشعرة من العجين. واهو لغيت التنكر كده. الحمد لله على السلامة. حبيبي. طيب اشوفك بالليل في المعرض. ايه ايه، رايح فين؟ يا جدع عايز انام ساعتين، تعبان ما نمتش، قلت لك هجيلك بالليل. يا جدع عيب تقول كلمة زي دي، شقة اخوك موجودة. تعالى ريح وبالليل نطلع. جاي يا رامي. ورحمة ام جاي. بس انا بقى عايزك تهود معايا عشان تاخد فلوسك كلها كاش. اتفقنا؟ لما نتقابل دلوقتي.